رح نبلش أولى محطاتنا نور، ورح نكون مع الفقرة الاجتماعية. بتتعدد أساليب التربية للأطفال بين اللين والشدة، ولكن بهي المساحة اللي بيعتمدها الأهل بين اللين والشدة لازم يكون في حوار. هذا الحوار دوره تعزيز الثقة عند الأطفال بنفسهم وأيضا بالقيم اللي ممكن ياخذوها من أهلهم. أكيد سلمى، اليوم بمساحتنا الصباحية رح نحكي عن أهمية تعزيز ثقافة الحوار ضمن الأسرة. اليوم كتير مهم يكون في حوار حتى مع الأطفال، يعني مع الطفل جدا كتير مهم ضمن الأسرة، لأنه غالبيتنا يمكن عم تعرض لضغوط اقتصادية ومادية خلال الحرب ومعيشية قاسية، فبتلاقي العالم أو أغلب الناس أخلاقها ضيقة، بتلاقي الأهل مضغوطين نوعا ما، بتحسي عم يفشوا خلقهم بأطفالهم. لا، فينا نعطي شوية مساحة نفسية صحية للطفل لا يكون في حوار لإنشاء طفل سليم صحيا. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذ محمود الخالد، مدرب متخصص في الصحة النفسية للطفل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما حكينا، بين اللين والشدة اليوم هو مفهوم كتير صعب، وهو أسلوب أساسا التربية الحقيقة. خلينا نحكي عن الحوار الأسري، كيف ممكن ينشأ حوار أسري سليم بين الأهل والأبناء؟ هلا لازم نكون احنا صريحين جدا. اليوم الحوار الأسري بالمجمل لازم يكون بين جميع أفراد الأسرة، لأنه هو الأساس ببناء أسرة متكاملة متماسكة مبنية في يعني بين أعضاء الأسرة وأفراد الأسرة علاقة ود، يعني بتعم جميع أفراد الأسرة. اليوم نحن التواصل الصحيح بيننا وبين بعضنا، بين الأب والأم، بين الأب والأم مع الأطفال، هو اللي بيبني هاي الحالة من 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 التماسك، هاي الحالة من الألفة بين أعضاء بين أفراد الأسرة. اليوم في عنا بعض المشاكل اللي نحن بنشوفها دائما، أو بالأحرى بمعظم العائلات، بسبب الظروف أو بسبب الأحوال الاقتصادية مثل ما تفضلتي قبل شوي، ما حدا عم يقدر يلتقي مع الثاني. يعني اليوم الأب بيشتغل بدل أوقات بيشتغل بدل الشغل شغلين، ممكن الأم عم تشتغل بدها ترجع بدها بين ما تلحق تطبخ بعد الشغل تطبخ طبختها وتجهز الأكل بعدين لبين ما بدها تغسل، وتفاصيل ما عم بيكون في هذا الوقت الكافي ليكون في بيناتهم هذا التواصل. اليوم مين العنصر الأكثر خسارة من هذا الموضوع؟ هن الأطفال، هن الأبناء اللي هن عم يعني هذا التأخير أو هذا الشيء اللي عم يصير، الظروف اللي عم تمرق هي اللي عم تبعد الأهل الآباء عن الأبناء. هاي نقطة كتير مهمة، خلينا نحكي عنها. قديش مهم اليوم تعزيز ثقافة الحوار ضمن الأسرة رغم كل الظروف؟ يعني لو بنعطي 20 دقيقة من وقتنا لنقعد نحكي عن الأشياء اللي مضايقتنا، نخلي الطفل أساساً بيساعد لبناء شخصية قوية للطفل ليكون صريح. في كتير من الصفات ممكن ما ياخذ الطفل إذا أعطيته هاي المساحة، ما يخبي ما يكذب، تنشئ طفل صحي سليم نفسياً، لأنه يمكن سنوات الحرب كانت قاسية على الكل وأخذ التفاصيل يعني منا كلياتنا، فنحن الكبار نوعا ما عندنا الإدراك الكافي، لكن الطفل بتحس ما له ذنب. يعني بالأخير لازم يعيش حياة طبيعية، وأنت كأهل لازم فعلا تحاول يعني تعمل جهدك لتأمن له إياها. 100% تفضلتي بكلام كتير مهم ودقيق. اليوم الأهل لازم ياخذوا هذا الدور، دور اللي هو التوعية وإيصال المعلومة الصحيحة، لأنه اليوم بالأحداث أو غير الأحداث، بس ولكن الأحداث أكيد، الطفل أو الابن عنده إشارات استفهام كتير، صحيح، أنه شو اللي عم بيصير، شو هاد. فهو الأهل أو الأب والأم هن أكثر الأشخاص ثقة لهدول الأطفال، فهو لازم يسألهم أو لازم يعطوه الوقت الكافي ليعطوه المعلومة الصحيحة، لأنه هو إذا ما سمع منه المعلومة الصحيحة ممكن بالمدرسة، ممكن بالحارة، ممكن وين ما كان، يسمع جواب لهي المعلومة ويكون هذا الجواب خاطئ. اليوم الحوار مع الأطفال بالمنزل بيعطيهم ثقة، بيعطيهم أمان، بيعطيهم توسع بالإدراك، وبيعطيهم هي الهمة لأنه هو ينتج أكثر. اليوم يعني حوار الآباء مع الأبناء اليوم، وخلينا نسميها مو بس الحوار، اليوم لما أنا أعطيه ثقة بإسناد له شوية مهام صغيرة، يساهم
بقرارات ولو كانت قرارات صغيرة. اليوم مثلا في عندي أنا زريعة فينا نحطها هون ما فينا نحطها هون، فينا نزرعها ما فينا نزرعها، بدنا ننظف البيت، بدنا نغسل السيارة قمنا ننزلها ونسمع منه، نسمع منه رأيه إنه إذا عملنا هيك شو رأيك، إذا عملنا هيك أو ما عملنا هيك. هاي التفاصيل هذا النوع بيعطيني نوع ثقة إنه أنا حدا، أنا فرد مؤثر بهاي العائلة، أنا قادر، أنا إلي قرار وأنا الناس عم تسمع، يعني أهلي عم يسمعوني. هو بمجرد ما إنه الأهل عطوا هاي الثقة ليسمعوا وما يستخفوا في، يعني يستخفوا بآرائهم، فهو هذا الشيء اللي يعطي ثقة. يعني ما يستخفوا بآرائه، يعني أحيانا بيعطي رأي بتلاقي الأب عم يتمسخر عليه، عم يمزح كمان، هي كم يعني قاسية تكون ردة فعل. هذا الشيء بنشوفه نحن للأسف كثير بكثير عائلات، نحن مثلا بيحكي بنتمسخر عليه، بيحكي ما بنرد عليه، هذا الشيء هو اللي بيضاعف ثقته بنفسه، وهذا الشيء رح ينعكس على الخارج لأنه رح يضاعف ثقته بنفسه أمام الآخرين، يعني أقرانه بالمدرسة أو الأولاد بالحارة، هذا الشيء اللي رح يضعفه. ليش؟ لأنه بالبيت بالأسرة هن ما بيسمعوه، هن بيحكي بيتمسخروا عليه، وبنفس الوقت إذا قرر يحكي أو مثلا كان في خطأ ممكن أنه هن يعصبوا عليه ويغضبوا ويعاقبوه، وهذا الشيء رح يخليه يكذب. ليش؟ صحيح. لأنه أنا لما حكيت الصدق صار مثلا في مشكلة. صار في مشكلة، يعني الحوار كثير للامانه. طيب خلينا نحكي استاذ محمود على نوعيه الحوار بحد ذاته، يعني اليوم كثير بنشوف نوع من التعامل اللي هو التهميش، يعني مثل ما حكيت انت قبل شوي انه هن ما بياخذوا رايه او بيستخفوا بارائه، ولكن عم نشوف ايضا التهميش بحاله من الحالات الابناء كمان عم يتعاملوا مع الاهل بكثير من الاوقات بهذا الشيء، انه انا مشان ما اقول لهم بريح راسي بعمل اللي بدي اياه وما بدخل معهم بحوار، بالتالي بيخسر نصيحة الأهل اللي هي ممكن تكون بجزء كتير كبير فيها خبرة وأكيد فيها نوع من المحبة والخوف على الأهل. شو هي نوعية الحوار اللي أنا لازم يكون موجود عندي بالبيت، ما بيصير من كلا الطرفين إن كان من الأهل ولا الأبناء إنه هي ما تكون موجودة؟ والله هو للأمانة أنا دائما أتحمل مسؤولية للآباء، للآباء والأمهات مش للأولاد، يعني لأنه هي العملية تبدأ من عندهم. هاي العملية هي تبدأ من عندهم. أنا لو قدرت أني أنا أزرع الثقة بالأولاد لأنه هنن يأخذوا ويعطوا معي ويسمعوني وإسمعهم، تمام، هنن ما رح يستثنوني. ولكن هو بأول محاولة صارت الأخذ والعطاء ممكن يكونوا عصبوا عليه وعيطوا عليه وممكن يكونوا ضربوه أو ممكن يكونوا أهملوا رأيه، فأنا عمليا خلص أنا ما بقى حاكيهم. ليه؟ لأنه كل ما أنا لما عم حاكيهم أنا عم تكون في عندي ردة فعل سلبية. طبعا الأساليب الصحيحة هي أولا التواصل الأهل مع الأبناء بأسلوبهم وبلغتهم اللي ممكن يفهموها. يعني أنا اليوم أنا بدي أنزل لعند الطفل، أنا بدي أنزل لعند ابني، مو هو اللي بيطلع عندي، أنا اللي بدي أنزل لعنده، أنا بدي حاكيه بأسلوب هو يفهمني، بأسلوب لطيف، وإني أنا فهمه إنه أنا الحديث اللي أنا عم أحكيه معك هو ما في منه أهداف ولا في منه أي غاية غير إنه مصلحتك. تمام. وأهم فقرة إنه دائما الحديث بيقول إنه أنا عم حاكيك لمصلحتك، هو ما بيعرف أكثر مصلحة، أنت بس تقول له مصلحتك بيعرف إنه عم تحاكي مو مصلحته، وهذا الشيء لازم عن جد نحن نكون حريصين نصلحه شوي. لا إنه مو لا تهمل رأيه، أنت لما عم تقول له أنا بدي إياك تعمل هيك لمصلحتك، بس هو مو شايف هيك، لا خلونا نحن نسمع منه ويسمع منه. وهي الفكرة قديش فيك تقارب وجهات النظر، يعني الجملة كتير مهمة إنه بيكون الأب أو الأم عم يقول لك عم نحكي هيدا الشيء لمصلحتك، أنت ما رح تفهم لتكبر، طب لازم تنزل لعنده لتفهمه. هاي جزئية كتير مهمة اليوم، بس أنا كيف فيني عززها من البداية؟ يعني لما نبلش بسنوات الأولى للطفل من عمر 3 سنوات لما يروح على الروضة فينا نقول أو على المدرسة يحكي لي عن يومه وأعطيه هاي المساحة، فيني بلش تدريجيا من عمر صغير. لكل الأهالي اللي عم يتابعونا خلينا نحكي عن هاي النقطة منذ الصغر، كيف فيني أنا بلش مع طفلي؟ لحتى لأنه اليوم حتى الأطفال بيتعرضوا لكثير من التنمر، لكثير من التفاصيل خارج المنزل، بتلاقي في طفل خجول، طفل كتوم، أنا لأكسب طفلي بالأخير ضمن هيدا الحوار وهي المساحة المشتركة قد ما كانت صغيرة بين الأهل لكن إلى أثر كبير على شخصيته في المستقبل. صحيح. 3 سنين ممكن بلش معه أنا شو عم تعمل؟ من عمر سنتين. من سنتين بالروضة لما بلش يحكي أنا يومي هيك عملت هيك اشتغلت. أنا بشاركهم بأخبار، يعني أنا اليوم أنا يعني خلص من وقت ما هو وعي علي أنا بجيبه لابني بقعد بقول له تعال اليوم أنا شو صار معي بالشغل، مع إنه هذا الموضوع هو اليوم رحنا على اللعب، أنا بلعب معه. فيني وجه له رسائل كيف تعاملت مع هذا الموقف؟ كيف تعاملت مع هذا الموقف؟ اليوم مثلاً تعذبت بهي القصة، عملت هي القصة. شو رأيك؟ هو ما حيعرف،
هو ما راح يعني غالبا ما راح يعرف هذا الادراك، بس انه تعبنا اليوم الله يعطيك العافيه، ماما كانت عم تشتغل جيب لي الكاسه هاي، شو رايك نحط هاي الكاسه، شو رايك تساعدني نحط صحون على الاكل، باللعب نحن طالعين ناخده على على الالعاب، انا بطلع معه بلعب معه بحسسه اني انا قريب منه. تمام، انبسطت اليوم، شو حسيت انبسطت اليوم باللعبة، شو كنت حابب انت تصير، شو كنت حابب يصير، شو كنت مو حابب يصير. يعني اليوم من هو صغير انا ببلش اني انا اسمع منه. انا دائما نحن الطفل من هو صغير نحن بنقرر عنه، نحن بنقرر عنه شو يلبس، نحن بنقرر عنه شو ياكل، نحن بنقرر عنه وين يروح. من هو صغير بقول له انه شو القطع اللي حبيتها، اليوم نروح طالعين نشتري له قطع يلبسها، بنلاقي انه نحن ما بنساله شو القطعه، خذ له هي لانه هي اتفالك، اذا بدنا نشتري له جاكيت بنقول له هي اتفالك، ما بنساله. حتى بالمستقبل بتلاقي حتى بالثانويه او الاعداديه الاهل بيختاروا الافرع عن اطفالهم، يعني كمان 100%. فاليوم انت 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 نفيت 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 صفه الحوار، انت اخذت القرار عنه، ما سالته حتى انه انت حبيتها ولا ما حبيتها، انت بدك نعمل هذا الشيء ولا لا، حابب نطلع على هي اللعبه ولا هي اللعبه. من هون بتبلش انك انت تبني هاي الثقه بكتابة مثلا، بكتابة الوظائف، ب ب ب ب بممارسة الهوايات، انت شو حابب؟ انا بشوف انك انت تطلع تسبح، لك اخي انا ما بدي اسبح، انا بدي ارسم، انا ما بدي، اخي ما بدي. ما هو كمان اليوم احترام هي القصة، انا اليوم بوجهه، بس انا ما بدي افرض عليه، لانه لمصلحتك، اي كلمة لمصلحتك هي اللي دائما بتكون، وانت بس تكبر مثل ما تفضلتي بس تكبر بتعرف، انا بدي انطر الاكبر لاعرف اذا مصلحتي ولا لا، لا خلي يكون دائما الحوار قريب بهذا ال بهذا طيب. العمر خلينا نسأل أستاذ اليوم، إذا غابت فكرة الحوار بالسنين الأولى بين الأهل وبين الأبناء، إمتى المرحلة اللي أنا بقدر أرجع صلح فيها أخطائي وأرجع أستخدم الحوار؟ وهل طريقة استخدام الحوار بهذا الوقت تكون نفس البداية؟ أكيد لا، أكيد لا، لأنه رح تكون بصراحة فوتنا حلنا شوط كبير. إيه، وبناء الثقة غالباً مو سهل ابدا هذا الموضوع، لانه هو بالنسبه له فقد الثقه فيكم. تمام. يعني البنت لما تروح بتحكي لامها وامها ما بتثق فيها باي قصه صارت معها، اوكي، وهي الام بتخرب الدنيا وبتبهدل وبتعيط وبدي والله لاقول لابوكي وبتقول لابوها جدلا. فهذا الموضوع مثلا انسى، خلص هي فقدت الثقه بالام والاب. فانك انت ترجع لما تلاقي امهات كثير طب تعي احكي لي انا امك انا، اما خلص اللي بيجرب المجرب عقله مخرب يعني. فاعاده انه بناء الثقه هي بدها محاولات كثيره من الاب والام، وليرجع يبنوا هي الثقه، لانه خلص هو كبر على هذا الموضوع وهي فتره سنين عم تمرق، انه انا الطفل الصغير بينسى بس الكبير بترسخ بباله، مو سهل ابدا. بتكون اصعب يمكن، اصعب بكثير، وحتى الاساليب اللي بده يستخدموها بدها تكون مختلفه عن الاساليب الثانيه، بدها تكون اساليب شوي مدروسه اكثر. ايه تماما، اكثر تقنيه خلينا نسميها، او اكثر يعني دقه بهذا الموضوع، لانه رح يصير الموضوع حساس ان كان خلينا نقول بعمر من عمر 14 15 لعمر 18. ما رح نحكي عن العمر الجامعي لانه هذا وضع مختلف كليا، بس رح نقول هون هذا الطفل بهذا العمر بيصير في شيء، هو اصلا بالنمو بالتطور الادراكي للطفل بيصير في شيء اسمه اللي هو معانده الاهل بالضروره، معانده الاهل بالضروره. فلذلك انك انت ترجع تبني ثقه بدك تحاول مره ومرتين وثلاثه، وتحاول انك انت تثبت له انك انت كنت غلطان، لازم يسمعك انك انت كنت غلطان. طيب قديش فينا نغير هاي المفاهيم نوعا ما اليوم؟ لانه لما نقول الحوار ضمن الاسره ومفهوم هاي الثقافه يختلف عن التربيه، يعني اذا بدنا نقول عن العادات والتقاليد والتربيه القديمه بتقول لك انه لا ممنوع تحكي بهي القصص، ممنوع تحكي بهي التفاصيل، البنت بتقول لو كنت البنت المقدمه ما بتحكي بهي القصص. لا، قديش فيني اكسره مع هيدا الحوار؟ يعني يختلف الحوار الاسري ضمن الاسره عن التربية، يعني أنا لما ربي ابني على قيم وأخلاق تختلف، كنا نشوفها سابقا قديما نوعا ما، هلأ في انفتاح أكثر يعني بالتربية الحديثة، بس مثلا لما أنا أكسر هيدا الحاجز بيني وبين بنتي ممكن تحكي عن أي شيء، مش عيب تحكي بهيدا الشيء لأنه أنت بنت مرباية، هي كثير بنسمع، أو لأنك ابن مربى ممنوع تحكي بهي التفاصيل، هي ضمن العادات والتقاليد والتربية اليوم عم نشوفها لا أكثر انفتاحا، قد إيه بتأثر ضمن الحوار اليوم ضمن الأسرة؟ هلأ لنقول ما سموها بصراحة تمام. دوركم، دور الإعلام، دور الفعاليات المجتمعية، الجمعيات،
هو دور كتير كبير لنغير هاي العادات. لأنه حتى مفهوم العيب نحن عنا هو صحيح. مفهوم كتير مطاط ومو كل شيء نحكى قبل عنه بعدين لأنك مربى ما بصير تحكي يعني هي تمام. الجملة دائما تحت مفهوم لأنك مربى ما بصير تقول تماما يعني هاي تحت كتير بنود العيب في كتير حقوق أنت ما أنت لك في كتير حقوق لك أنت ما بتأخذها صحيح لأنه ممكن يكون زلمي أكبر منك عيب عليك ترد عليه مع أنه هو ممكن يكون آزيك فلان لأنه والله مثلا الوضع لأنه عيب ما بيصير لأنه قرايبك أو كذا ما بيصير ترد عليه لأنه عيب مفهوم العيب هو مفهوم مطاط بخليك بكتير أوقات ممكن يسبب ممكن يؤدي لانطوائية ممكن يؤدي لكره للأشخاص المقابل نحن اليوم في دور كتير كبير مهم لوسائل الإعلام للمؤسسات المجتمعية لتنشر هاي التوعية بين الناس لتعرف إنه دور الحوار الأسري هو أساس لثقافة لمجتمع صحيح لمجتمع سليم لأنه أنت الأسرة هي الدائرة الأولى هي النواة الأولى بالمجتمع فأنا لما ببني أسرة سليمة أسرة صحيحة أنا بالنهاية راح يطلع عندي مجتمع بالضرورة سليم ومتعافي بالنهاية أكيد. قبل ما نختم حديثنا النصيحة الأبرز اللي تحب توجهها اليوم لكل يلي عم يسمعنا أو رح يتابع الفقرة بوقت لاحق على الإنترنت أنا بوجهة نظري النصيحة هي مش للأطفال هي للأهالي يعني صحيح لازم عن جد مثل ما نحن بنطلب من الطفل لما يغلط يعتذر كمان نحن عن جد نوصل ثقافة إنه نحن نعتذر من الأبناء إذا غلطنا لأنه هذا الشيء ما بيقلل من قيمتنا ولا بيقلل من كرامتنا بالعكس حيحبونا أكثر حيحترمونا أكثر وحيبلشوا يثقوا فينا ويحكونا لأنه أنت لما بشوفك أنت قريب مني لما بشوفك أنت عم تتعامل معي ومحترمني وعاملني كيان ووجود أنا بالنهاية ما رح أنت أسأل ما رح أمن غير فيك أنت أبي ولا أمي فهي نصيحه لهم كونوا قراب من اطفالكم خليهم يحبوكم عن جد يخافوا من زعلكم مو يخافوا منكم وهي يمكن الجمله الاجمل اللي فينا نختم فيها لقائنا معك كسبون يعني من البدايه وكسبون لو كانوا صغار او كبار لانه بالاخير انت بتساعد على بناء طفل شخصيته قويه وسليم نفسيا نشكرك الاستاذ محمود الخالد مدرب متخصص في الصحه النفسيه للطفل شكرا كثير لك شكرا لكم يعطيكم الف عافيه شكرا لك ولتواجدك معنا بنتمنى الكل يستفيد من هاي المعلومات شكرا لك.